العديد من أنواع فيتامين بي المفيدة لصحة العقل، وأهمها فيتامين B1 أو B1، وهو ضروري لزيادة الطاقة وتقوية الخلايا والمساعدة في استقلاب عناصر الجسم خصوصاً الدماغ. فيتامين B2 وهو يعمل كمساعد للإنزيمات في الخلايا التي تقوم بتفاعلات مهمة كما هو الحال في الجسم والدماغ. فيتامين B3 يساهم في إنتاج مواد مثل الدهون اللازمة للجسم ويساعد في تحويل الطاقة لجميع أعضاء الجسم. فيتامين B5 ضروري جدا لصنع إنزيم الذي يساعد في تفكيك الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة. فيتامين B6 أو B6 وله دور ملحوظ في الوقاية من الأمراض، لأن المستويات المناسبة من هذا الفيتامين مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطانات.